السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دكتور ايفون. انا عبد اللطيف البنا، وهنتكلم النهاردة على شوية اسئلة قولي في التعليقات. بيتكلموا عن الساعات الالترا الكوبي اللي مالية السوق، هي افضل نوع؟ وهل استخدمها واعتمد عليها في الاستخدامات الكاملة زي الدفع الالكتروني، بطاقة البنك، زي قياسات الصحة، زي الرياضة؟ هل يعتمد عليها في كل شيء؟ وأفضل نوع موجود حاليا في السوق بعد التجربة؟ إن شاء الله هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، وإن شاء الله هنعمل مقارنة بسيطة بين X8 العادية، X8 ألترا العادية، و X8 ألترا بلس، وإن شاء الله هيكون في رد وافي في الفيديو ده على معظم الأسئلة اللي جات لي في التعليقات، وإن شاء الله هيكون رد ما فيهوش انحياز إن أنا عايز أبيع أو ان انا اسوق لاحد، لا، عشان انفع الناس. ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يلا بينا نشرح. اول شيء ان شاء الله هنعمل مقارنه باذن الله بين الاكس 8 الترا العاديه اللي هي بتيجي بالكرتونه بالشكل ده، والسير بتاعها بيجي باللون الاخضر او البرتقالي، او بتيجي الساعه كامله اسود من هنا. والاكس 8 الترا بلس اللي هي التحديث نفس الشركه دبليو اند او، ودي الكرتونه بتاعتها، وهنشوف الفروقات بينهم عامله ازاي، وهنشرح بعض النقاط اللي الناس سالت عليها. اول حاجه هنبدا نشرح الشكل. اول حاجه السير نفس الماده المستخدمه، الماتيريال بتاع السير ده الاكس 8 الترا، ودي الاكس 8 الترا، دي اكس 8 الترا العاديه، ودي الاكس 8 الترا بلس. تمام. طيب خلينا نشوف الفروقات بين الجسم. في الاكس 8 الترا العاديه بتيجي اللون اللي هو البرونز شويه المذهب، اقرب للاصليه في اللون. وفي الاكس 8 الترا بلس بتيجي اللون الفضي، و تيجي اللون برضو البرونز لنفس ده. في الاكس 8 الترا بلس بيجي الحزام باللون البرتقالي واللون اللي هو الابيض المايل للرمادي، ولكن هنا اللون بيجي السير الاخضر والبرتقالي والاسود. تمام. اول شيء في الفروقات، هنا في الاكس 8 الترا العاديه مفيش لوك للحزام، فيكون سهل ان هو يطلع معاك وما تعرفش كمان اصلا ان انت تركب السيور اللي هي بيكون فيها معدن زي كده مثلا. المعدن اللي هنا بيكون صعب جدا ان انت تستخدمه في الاكس 8 الترا العاديه. في الاكس 8 الترا بلس عالجوا الموضوع ده وحطوا هنا اللوك زي ما انتم شايفين كده، وكمان هنا شكل البراغي المسامير شكل فقط، ولكن في البلس حاطين المسامير نفس الاصليه. طيب ايه تاني عندك في الاكس 8 الترا العاديه؟ الزرين دولت تقريبا نفس الاستخدام، نفس الاستخدام بيستخدموا نفس الاستخدام، ولكن في الاكس 8 الترا بلس الزر ده عشان تقفل به الشاشه لوك الشاشه، والزر ده عشان تفتح به البار وتفتح به القايمه بالشكل ده. طيب ايه الاختلاف اللي بعد كده؟ الفتحات بتاعت السبيكر شويه مرتبينها في الاكس 8 الترا بلس زي ما انتم شايفين في الاكس 8 الترا العاديه. طيب القايمه من جوه، ايه الاختلاف بين الاكس 8 الترا العاديه والاكس 8 الترا بلس؟ زي ما انتم شايفين القايمه بالشكل ده. طبعا التاتش في الاثنين سهل وممتاز، ودي حاجه بتميز الاكس 8 الترا بلس عن والاكس 8 الترا العاديه عن اي ساعه في السوق تاني. هنا في القايمه بتاعت الاكس 8 الترا بلس تحس ان هي اقرب لقيمه الابل وساعات الابل واتش الاصليه من ابل، كانها هي بالظبط في الآلة حاسبة وشكل السيري وشكل الكاميرا. أما لو لاحظتوا هنا هتلاقي شكل الكاميرا جاي بالشكل ده، والآلة حاسبة بالشكل ده، وسيري، فالأشكال مختلفة أقرب للأندرويد، أما هنا تحس إن هي أقرب للأي أو إس. دي الإكس 8 ألترا والإكس 8 ألترا بلس. طيب يا جماعة، لو أنا عايز أشبك الساعة بتاعتي على الاتصال والاستقبال، لازم تكون الخلفية بالشكل ده، وبعدين أنزل من فوق، وبعدين هشغل البلوتوث من هنا، وأدخل على البلوتوث عندي في التليفون، وهيظهر لي واتش كول. وبعد ما بيظهر لي واتش كول بفعلها واشغل الاتصال والاستقبال. ان شاء الله هحط لكم في الوصف
الفيديوهات بتاعت ازاي تفعلها اتصال واستقبال، وازاي تقترب مع التليفون وتستخدم كل الاستخدامات اللي فيها. نيجي لبعض الاسئله المهمه اللي الناس بتسال عليها. هل الساعه فيها ابل باي او دفع الالكتروني اللي هو بطاقه البنك، اضيف بطاقه البنك؟ انا ما انصح اي احد يضيف على الساعات الكوبي بطاقه البنك. ليه؟ لان هي بتضاف عن طريق التطبيق الخاص بالساعه، وانت هتضيف عن طريق التطبيق بتاع الساعة، لو اي حصل اي حاجة جدار الحماية بتاع التطبيق ده سقط او اي حاجة، ممكن يحصل مشكلة ويخترق بطاقة البنك بتاعتك وتخسر فلوسك، فما تفعلش بطاقة البنك عن طريقها. طيب اختبارات الصحة انا هحطها لكم في الوصف برضو، انا عملت اختبارات الصحة عن طريق اجهزة صحة جيدة، وعملت مقارنة مع الساعة، وبنسبة كبيرة ساعة الاكس 8 والاكس 8 الترا بلس الاثنين افضل ساعات في السوق، بتديك قياس تقريبي لقياسات الصحة، وقياس تقريبي لنبضات القلب وموضوع الرياضة والسعرات الحرارية، وده بيميز اكتر حاجة الساعات الاكس 8 والاكس 8 الترا بلس بيميزهم في السوق. تاني حاجة بتميزهم الشاشة، شايفين الحجم بتاع الشاشة؟ معظم الساعات اللي موجودة في السوق للأسف بيكون الحجم بتاع الساعة أقل من الإكس 8 زي ما انتوا شايفين. دي مساحة الشاشة زي ما انتوا شايفين هنا، حوالي 2.8 إنش، أما في الساعات التانية تقريبا 2.5 إنش. فدي حاجة بتميز الإكس 8 والإكس 8 ألترا بلس. حاجة كمان، البطارية بتاعة الإكس 8 والإكس 8 ألترا بلس 350 ملي أمبير، وده حاجة كويسة ممكن تستخدمها في وضع توفير الطاقة، اللي انت ممكن تفعله وضع توفير الطاقة من الاعدادات، وبعدين تقعد وضع توفير الطاقة بالشكل ده. شايفين 2%؟ دي ممكن تاخد معايا لآخر اليوم، بيكون الوضع بالشكل ده، تجيب لي الساعة والتاريخ والوقت والخطوات، كل 24 ساعة تبدأ تعد الخطوات اللي انت هتمشيها. لو عايز تطلع من الوضع ده بتعمل بالوضع ده، تضغط ضغطة طويلة هنا، وكذلك في الاكس 8 الترا بلس بتضغط ضغطة طويلة هنا وتدخل على الاعدادات تفعل وضع توفير الطاقة. دي معظم الأسئلة اللي جات لي، وازاي نستخدم الساعة، هل نعتمد عليها ولا لا. وقلت لكم يا جماعة دي نصيحتي انا، ما تستخدمش لا تفعيل بطاقة بنك ولا تعتمد عليها اعتماد كامل في موضوع الخرائط. الخرائط بتتفعل عن طريق التطبيق، وكذلك بطاقة البنك بتتفعل عن طريق التطبيق، وانا ما انصحش اي حد بالموضوع ده. دي نصيحة لوجه الله علشان انفعكم، مش بسوق وخلاص. افضل ساعات بعد التجربة، انا جربت الساعة دي لمدة شهر ونص تقريبا، اللي هي الاكس 8 الترا العادية، ساعة ممتازة جدا، أصبحت مش بستغنى عنها وبلبسها طول اليوم تقريبا، بستخدمها أكتر حاجة الساعة، وممكن إن أنا أضيف عليها الصور من المعرض في التليفون عن طريق التطبيق، وأضيف لكم في الوصف إزاي تعمل الموضوع دوت. فيديوهات إن شاء الله الشرحة عندي على القناة، وإن شاء الله لو في أي تعليقات تانية أو أي أسئلة تانية حطوها لي في التعليقات، وإن شاء الله أتمنى من الله عز وجل إن أنا أوفق وأرد عليكم وننفع بعض. ونصيحة أخيرة، دي ساعات كوبي، ما تعتمدش عليها بنسبة 100%، خاصة أصحاب الأمراض، ربنا يشفي الجميع. قياس نبض القلب، قياس الضغط الدم، الأكسجين، تشبع الأكسجين في الدم، تعتمدش بنسبة كبيرة في الموضوع ده. هو أكتر حاجة أنت تستخدمها اللي هي ديزاين، هي 49 ملي، نفس الأصلية، التصميم بتاعها نفسها من بره، هي ساعة أكتر شياكة والبطارية بتاعتها كويسة. من الأسئلة اللي جات لي برضو في موضوع الساعات، هل هي مقاومة للماء ولا لأ؟ للأسف يا جماعة هي مش مقاومة للماء بنسبة 100%، هي ممكن تكون مقاومة لسقوط الماء عليها. يعني أنت مثلا لو بتغسل إيدك وجا مية عليها، دي ممكن، ولكن ما تصلحش للسباحة ولا تصلح للاستحمام. وحاجة أخيرة، الاكس 8 الترا بلس بتعرف تركب عليها الموضوع بتاع السير اللي هو المعدن واللوك زي ما انتم شايفين كده، ودي حاجة هتكون مفيدة لكثير من الناس عشان هو عايز يبدل السيور والاشكال والالوان. في الاكس 8 الترا العادية زي ما قلت لكم للأسف ما ينفعش ان انت تبدل السيور، غير السيور اللي هي بتكون بالشكل ده، البلاستيك من هنا. ربنا يحفظ الجميع. لو افدتكم اتمنى ان انت تضيف لي اعجاب، وتشرفوني بالاشتراك في القناة، وربنا يحفظ الجميع.